سلطة السبانخ بالتفاح عبارة عن زبدة، سكر بني، عين جمل، ملح وفلفل، زيت زيتون، مستردة، ثوم، بابريكا، سبانخ، بصل أحمر شرايح، تفاح متقطع تخين شوية. تفاح من الحاجات اللي بتبقى لذيذة قوي قوي مع السلطة، خاصة السلطات اللي فيها جبنة زرقاء مفتتة، جبنة ريكفورد أو بلو تشيز. طيب أول حاجة هحط طبقة السبانخ أهي، وأنا البولة دي هستخدمها، خليها هنا الووك. هنحط زبدة، زبدة، هنحط سكر، وهنحط عين الجمل. يبقى حطينا الزبدة والسكر وعين الجمل في الووك اهم. هنديهم رشة ملح ورشة بابريكا، وما تستغربوش يا جماعة، ما تستغربوش، هتاخدوا نتيجة وطعم تحفة. هطلع بالووك دي على النار. يبقى الووك فيها ايه؟ فيها زبدة وملح وبابريكا، سكر بني، وعين جمل. طيب بولة السلطة فيها ايه؟ شرايح من السبانخ، هيترص عليها شرايح من التفاح. ممكن تستخدموا الوان متنوعة، اصفر، اخضر، احمر، لون واحد زي ما انتوا عايزين. بعدين هحط شرايح من البصل، انا مستخدمه هنا بصل احمر عشان ما يبقاش حاد قوي. في البوله اللي انا قلت لكم هخليها هعمل فيها الدريسنج. لازم بس نبص هنا عشان هنا في سكر وفي توابل، مش عايزين ايه. على فكره عين الجمل ده ممكن يبقى اي حاجه تانية زي فول سوداني او حاجه، والوصفه دي في حد ذاتها تبقى لذيذه قوي قوي كمسليات كده، مقرمشات وانتوا قاعدين من غير السلطه. طيب حطينا هنا سبانخ، بصل احمر، وتفاح. هحط زيت زيتون، ملح، فلفل اسود، بابريكا، مستردة، ثوم. قلب قلب. الدريسنج جاهز. الدريسنج ده ممكن نعمله بكمية ونحطه في برطمان ونحطه في التلاجة ونستخدم وقت ما نحب. الجبنة، الجبنة دي حادة جدا، فاستخدامها لازم يكون بالعقل والا الوصفه كلها تبوظ. فنحط كميات معقوله. عين الجمل احنا عايزين منه ايه؟ تحميصه. لا يعني بنسوي ولا بنحمر ولا بنشوح ولا اي حاجه خالص، احنا مجرد عايزين تحميصه، اشم ريحه التحميص، اغلف عين الجمل بالكراميل اللي اتعمل من السكر البني والتوابل والالوان وشكرا. بس بقى ده من الحاجات اللي هتبقى اساسية عندكم بعد كده.